بعد 9 جلسات للعمل والتباحث الأكاديمي في موضوع الذاكرة والبناء الثقافي، خلص المؤتمر إلى مجموعة من النتائج سجلها في التوصيات التي صدرت، وإلى جانبها سجل مجموعة من المقترحات للمؤتمرات السابقة في مقدمتها إحداث جائزة خاصة بالبحوث المقدمة إلى المؤتمر. لابد من الإشارة إلى أن المؤتمر اكتسب نجاحه من ورشاته التكوينية ومن البحوث المقدمة وأيضا من حلقات النقاش التي تفرعت بسبب ما أثارته المداخلات من محاور ذات أهمية كبرى في مختلف حقول المعرفة. من أهم التوصيات هو إحداث جامعة ربيعية للمؤسسة وأيضا توصية بإحداث جائزة، بالإضافة إلى خلق تنسيقية للمؤتمرات من أهدافها تكثيف المؤتمرات في فترة زمنية معينة تسمح للباحثين الأجانب بالقدوم إلى المغرب من أجل المشاركة في أكثر من مناسبة في فترة واحدة. بالنسبة للأستاذة الدكتورة مها توفيق محمد شبيطات، تم انتدابها ممثلة لمجلة مقاربات في فلسطين لتلتحق بزمرة المناديب الموجودين في الجزائر وتونس ومصر والسعودية والهند وفرنسا وغيرها من الأماكن التي توجد فيها المكاتب لهذه المجلة.